معاناة ترى أصعب من هيك ما تنوصف المعاناة بالمحل ما كنا. يعني الأولاد هون ساعة إجوا شافوا لكن الشيء البسيط هون صاروا يبكوا على قد ما محرومين منه هنيك. الله يفرج على العالم هنيك يا رب. يعني حياة صعبة صعبة ما بتنوصف والله. العيش هنيك يعني شافوا الخبز صاروا يبكوا. الأولاد الصغار والله صارت تبكي على الخبز أقسم بالله. يطلعوا على الشغلات هيك بدهم رح يطلعوا من الباص على قد ما محرومين من شغلات كثيرة. الله فرج علينا، الله هيك يفرج على جميع أمة محمد يا رب. الوضع مأساوي جدا عنا. عنا المشفى استنفذت بالكامل، أنا بشتغل ممرض هنيك، استنفذت بالكامل، لا أدوية لا معدات تخدير لا أي شيء. يعني الحالة الإنسانية يرثى لها جدا جدا جدا. غير هيك ب 22 يوم ضربوا علينا 163 صاروخ مظلة. صاروخ المظلة يحفر 7 امتار وبعدين بيفجر. هاي الشغلة. والشغلة الثانية انه والله لا اقول الا كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا مكة ان احب البقاع الى قلبي ولولا اهلك ان اخرجوني ما خرجت. وانا اقول يا حمص يا وعر والله انك احب البقاع الى قلبي ولكن الظالمين لولا الظالمين فيك ما خرجت منك. فتح الطريق شي 20 يوم وبال كله غلى اسعار تجار دم قصف. وعنا الحمد لله اللجنة المدنية والعسكريين يعني نقول انه ما قصروا، عملوا اللي عليهم واكثر من هيك ما طلع بايدهم. فاضطروا انه يحقنوا دماء المسلمين وطلع هالعالم من الوعر. صحيح طلعنا بس الحمد لله رب العالمين، يعني طلعت الوعر مثل طلعت الروح، بس الحمد لله رب العالمين على كل حال، أكثر منكم ما فينا نقول.